وسط هالمكان التراثي في كوفي شوب معمور شوف بطريقه جميله. السلام عليكم، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ الله يعطيكم الصحه والعافيه، ما شاء الله عليكم. انتم تديروا هذا الكوفي ها؟ انات ايش يعني انات؟ التأني ما شاء الله عليك. حتى الكوفي شوب بطابع تقليدي، يعطيكم الصحه والعافيه شباب. فوق على جلسات داخليه وجلسات خارجيه واطلاله. ابو حمد حياكم الله، حياكم الله، مستمتعين شكلكم. فوق على جلسات داخليه شباب، هني في ممشى يلتقطوا صور تذكاريه على هذه الاطلاله الجميله، وهني في كوفي شوب وايضا في قعدات. ان شاء الله شوف المكان تقليدي. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ الله يعطيكم الصحه والعافيه كل شيء. نكمل ندخل هني، شوفوا ما شاء الله هذا برج مراقبة، ما شاء الله حاجة مميزة جدا. هني تشوف الشير، هذا ايش كان ذي؟ هذا كان برج للمراقبة، هذا برج المراقبة وهذا برج المراقبة اللي يربط الصور في حارة العقرب. والحين الشباب استغلوا هذا المكان، استغلوا هذا حطوه كجلسة للمقهى وكوفي شوب. يا سلام يا سلام، عندما تتاح الفرصة للشباب العماني، هذا اللي أقوله أنا، عندما تتاح الفرصة للشباب العماني والشباب أهل نزوة ما شاء الله عندهم فكر، تخيلوا من برج عمل جلسة بداخل البرج، بيت تراثي فتح له وعمل كوفي شوب بطابع تقليدي. هذا المكان عدلوه وجهزوه، باب أثري. ها؟ هذا باب، باب أثري. أيوه هذا باب باب أبي المؤثر. هذا باب أبي المؤثر اللي هو هذا اللي كان يدخله في العقر، اللي كان يدخل فيه العقر. ايوه هذا سور العقر، وهذا سور العقر. ايوه ما شاء الله عليكم، يحيط بحارة العقر بالكامل كلها هذا السور. ايوه يا سلام عليكم، فيها أربعة أبواب، فيها أربعة أبواب وهذا أحد الأبواب. ما شاء الله عليكم، واستغليتوا المكان بعمل مشروع. صحيح. يا سلام عليكم يا جماعة، أنا عاشق لهذه الولاية ولي أفكار شباب ولاية نزوة. شوف يعني عملوا شيء جميل، ممشى للناس يشوفوا البيوت القديمة، كيف هذه البيوت، ولا تلاحظون هناك البيوت اللي يعاد ترميمها لتصبح نزل تراثية. مستمتعين الناس، شوف مستمتعين يتمشوا ويشاهدوا المناظر ويصوروا ويستمتعوا. شوفوا ما زالوا يشتغلوا، يبي يكملوا الممشى بحيث ان الناس تكمل وتشاهد المكان كامل، يعاد ترميمه، يعاد بناءه. وتهني هذه طبعا هني ايضا الناس اللي بياكلوا على فترة المساء فترة العصر، زين يجيبوا الكوفي يجيبوا عصيرهم ويستمتعون بالمناظر ويستمتعون ايضا بغروب الشمس ومشاهدة هذا المنظر. وهذا الرسم من راس منها طبعا انا يا اخي، فنانين خلاص.